يبدو أن هذا الوطن يعلمنا أن نقصر المسافات بدلاً من الدخول بالمقدمات. من برنامج على السوشال، بلدة شعفار تحييكم. سرقوا رزقي بداعي السلامة، اقتحموا حرمي بداعي السلامة، فتشوا عرضي بداعي السلامة، ثم لازلت تخبرني عن المسافات؟ لم أفقد عقلي لأني واجهت جيشا، لا تخف. تداول ناشطون أن المجندة اللي انقتلت في أول يوم خدمة إلها، ولكن تبين من مصادر عبرية إنها كانت تخدم على حاجز إيريز من قبل. لكن الشيء اللافت إنه في فئة صارت تبرر إنسانيا، ليش بتصير عمليات فدائية؟ يا جماعة إحنا مش بحاجة لتبرير، اللي بيحتاج لتبرير هو جذر المشكلة اللي هو انت شو جابك على هذه الارض اصلا؟ فخلينا واعيين. انا لو سالت الام الفلسطينيه، اي ام؟ طبعا في امهات شاذه، في امهات ودت اولادها، طبعا بفكر الناس هذه هي المناضله، هذه البعرمش ايه، وهذا في مئات ثوره وابنهم ودتهم للانتحار، هذه ام طبيب على الله. يبدو انك لما تكون عاجز عن القيام بالفعل الصحيح رح تلجأ لتوزيع الاتهامات للناس اللي بتعمل الصح. فتحية صمود وعز لكل ام غير عاقلة من وجهة نظر سيادة المحافظ. ولا تقربوا الاعلام وانتم سكارى، كانت هذه نصيحة من والد الشهيد بهاء عليان للمحافظ الذي يبدو ان له باعا بذهاب العقل. احنا مش شاذات، احنا بنطالب مركزية فتح، الشرفاء بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بإقالة هذا المتخاذل. إحنا شريفات عفيفات طاهرات. معلش يا أمي أنت وياها، معلش يا أمي، لأنه هذا بقول لك العملاء في أفغانستان تعلقوا بعجلات الطائرات لحتى ما يمسكهم الشعب، وأكيد راح تهدي طيارة عنا بيوم من الأيام إلها عجلات. أما عن حركة فتح فنقول بطولاتكم أكبر من أن تحوي عينة كهذه، لذلك أقيلوه. قال محامي المطارد الفلسطيني مصعب شتية إن السلطة الفلسطينية رفضت الإفراج عن موكله رغم قرار المحكمة الفلسطينية يوم الثلاثاء الإفراج عنه بعد أسبوعين من اعتقاله على أيدي قوات أمنية تابعة للسلطة الوطنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. صدر قرار بالإفراج عن مصعب شتية، حلو؟ طيب، هل طبق القرار؟ نعم، ولكن أفرجوا عنه من السجن إلى المستشفى لتردي حالته الصحية في السجن، ومن ثم سيعود للسجن، مش لأي شيء، بس عشان يتابعوا حالته الصحية عن كثب. وبما إنه فتحنا موضوع الأسر، فلا بد نحكي إنه في 50 معتقل إداري دخلوا باليوم 18 على التوالي للإضراب عن الطعام اعتراضاً على حكم الاعتقال الإداري، وإداري بجيب إداري. الأسير خليل عواودة بعد ما أضرب 180 يوم عن الطعام، قرر الاحتلال الإفراج عنه، وخليل علق إضرابه، فلما تحسنت صحته رجعوا طلعوا له تهمة جديدة وهي إنه هرب هاتف على جسده. أتمنى إذا في أي أبواق إنسانية تنعق هنا أو هناك تيجي تميل على هذا الموضوع وتشوفه. لا 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 لا، هذا الفيديو مش في تل أبيب، هذا الفيديو في أحد فنادق بيت لحم، وأحد الأشخاص سرب هذا الفيديو ولكن تم التعامل معه، والسلطة أغلقت قاعة الفندق. ممتاز رد الفعل، ولكن لماذا كان الفعل من الأساس؟ خلوه سؤال مفتوح. محتلة كل ما سكتت له بيركب على كتافك أكثر، عدم المؤاخذة. أول حلم إلهم كانهم يأخذوا شوية أرض ويعيشوا معنا، وانتهى الحلم، أو خلينا نحكي إنه وصل لمرحلة إنهم أخذوا كل الأرض وعطونا شوي نعيش معهم، وهسا الحلم تبعهم مكمل على اعتداء على المقدسات. مش حكينا لكم كل ما سكتنا أكثر، كل ما رفعوا سقف السرقة أكثر، الناس هاي عندها حلم بدها توصل له، وأعتقد إنه إحنا كمان عندنا حلم بس بدنا نصحى منه، أو لربما كابوس. عليكم، تفضلوا يا إخوان. شو الحقارة، قمة الحقارة وقمة النذالة وقمة السقاطة في هاي، في هذا الاحتلال، عمالهم بجدوا زيتون متطوعين من الجيش الإسرائيلي قاعدين بجدوا
قاعدين بجدوا زيتون في أراضي حي وادي الربابة. موسم قطف الزيتون أو بالفلسطيني جد الزيتون بدأ، أما عصابة السارقين هؤلاء فيرتعون في أراضينا. المعركة معركة وجود بكل وسيلة متاحة، فيا ريت ما نوفر أي وسيلة معنا للوجود. عندك أرض اطلع عليها يا أخي، عندك أرض ومسافر ودي قرايبك عليها، لا تهجروا الأرض مهما كان الثمن، لأنه كل معركتنا هي معركة أرض. وكالعادة لايك شير سيف وسبسكرايب. دمتم بأرض، دمتم بقضية.